السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل حال. النهارده ان شاء الله فيديو عن يعني العنوان اللي مكتوب بره ده، ايوه فعلا حقيقي. انا هقول لك النهارده على مسحوله غساله الاطباق وعلى زيت لغساله الاطباق، الاتنين مع بعض مجمل سعرهم هيكون 125 جنيه وهيكفيكي سنه كامله، وبالدليل، وهقول لك الدليل اللي انت هتشوفيه بنفسك. طيب، اول حاجه انا كنت عملت معاكم فيديو قبل كده عن مسحوق، ارخص مسحوق لغساله الاطباق، وعلى فكره حلو جدا زيه زي الغالي. كان بايو كلينا، كانت ايه، كان بايو كلينا 3 كيلو، ده كان ب 90 جنيه. طيب، انا النهارده مش هقول لك ان انا جبت مسحوق جديد، لا، انا معايا نفس المسحوق اللي انا عملت لك فيديو عنه قبل كده، وهسيب لك الفيديو الرابط بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب، انا نفس العبوه دي انا بستخدمها من ساعه ما قلت لك اهي، انا بس حاطه فيها معلقه عشان باخد بيها المسحوق، مش عارفه ظاهر عندك ولا لا. بصي، هو لغايه هنا اهو، يعني في شويه قرب يخلص، ايوه بس ما خلصش، في شويه يكفوا يعني حبه كويسين. الفيديو ده انا كنت عاملاه من 10 شهور بالظبط، يعني العبوه دي فعلا بتكفي سنه كامله. انا كل يوم بغسل غسله واحده، فغسلت الاطباق وساعات غسلتين، فزي ما قلت لك 10 شهور وانا بستخدم نفس العبوه، مش جبت او غيرت او جبت عبوه تانية، نفس العبوه هي، ايوه فيها شويه بس الشويه اللي فيها دول هيكفوا حوالي شهرين يعني. فعايزه اقول لك ان انا ما غيرتش ولا جبت اي حاجه تانية، وما استخدمتش معاه اي حاجه والله من ساعه ما عملت لكم الفيديو اللي فات اللي هو من 10 شهور، وهسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف عشان تشوفي تاريخه بالظبط. انا ما جبتش اي مسحوق لغساله الاطباق تاني، وبغسل زي ما بقول لك مره في اليوم وساعات مرتين، وطبعا لما يكون عندي ضيوف او كده بملى غساله الاطباق بالكوبايات، وممكن اغسل 3 مرات. بس ده بالنسبه للمسحوق بتاع غساله الاطباق، يعني تجيبي مسحوق ب 90 جنيه وتنسي خالص موضوع ان انت تجيبي طول السنه، عشان الناس بس اللي بتستثقل موضوع شراء غساله الاطباق علشان خاطر اسعار المسحوق. بس ده بالنسبه للمسحوق. بالنسبه للزيت، ده زيت بايو كلينا برضو نفس الشركه. كنت ساعتها انا بشتري الزيت اللي هو فيري او فيبا تقريبا. بس فعايزه اقول لك المسحوق ده ب 35 جنيه، العبوه دي كبيره كبيره، يعني انا كنت دايما بجيب ال 300 جرام، وكان ال 300 جرام دي تقعد بالاربع اشهر مثلا او اكتر، لان انت الزيت مش بتستنيه ما يفضى كله، انت كل حوالي 3 اسابيع كده او اكتر كمان تبتدي ان انت تفتحي مكان الزيت وتزودي شويه اللي ناقصه. بس فعايزه اقول لك العبوه دي ب 35 جنيه، دي فيها 750 جرام، دي تقعد معاكي برضو السنه كلها. ال 300 جرام زي ما قلت لك، وال 350 كانت بتقعد معايا حوالي 4 5 شهور، فالعبوه دي هتقعد معاكي كتير جدا، دي تقعد سنه، وجربتها وكويسه جدا. بس كده، فزي ما قلت لك الزيت ده هيقعد معاكي سنه ان شاء الله، يعني انا جايباه من فتره، يعني من شويه بس، يعني حلو هيكمل معاكي كتير، لانه زي ما بقول لك 750 جرام يعني لتر الا ربع، وانا كان اللي اقل من كده بكتير بيقعد معايا بالثلاث لاربع اشهر. مش ما بغسلش في غساله الاطباق، انا ما فيش يوم بيعدي مش بشغلها، بشغلها مره بشغلها اتنين. وطبعا المقدار اللي انت بتاخديه من المسحوق، شايفه المعلقه الصغيره دي، هي بس بعتذر علشان طبعا مكانها مسحوق، دي باخد بيها، باخد بيها معلقتين واحطهم في الغسله. والزيت زي ما قلت لك بتبتدي ان انت تزوديه كل ما ينقص شويه، ما تسيبيهوش يخلص خالص واللمبه تنور، لا، احنا بنضيف شويه بشويه من وقت للتاني. ولو عايزه طبعا ان انت تضيفي خل مع الزيت، بيطلع لك الحاجه بتلمع جدا جدا الخل، ودوره خل من وقت للتاني، وهسيب لك برده الرابط بتاعها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بس الفيديو النهارده هو ده بس اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه. انا كنت عايزه اقول لك ان المسحوق ده والزيت ده الاثنين نفس الماركه بايو كلينا، كويسين جدا وعن تجربه، وناس كتير اكيد جربوا الانواع دي، ويا ريت يسيبوا لنا في الكومنتات تحت ويقولنا رايهم فيها. النوع ده بتجيبي زي ما قلت لك العبوه ال 3 كيلو دي، وبتجيبي عبوه الزيت دي، وبتنسي خالص موضوع ادوات غساله الاطباق، مفيش طبعا ارخص من كده، السنه كامله دول هيكفوكي. ومفيش بقى اللي هي الناس اللي بتقول لا ما نجيبش غساله الاطباق عشان المسحوق بتاعها غالي، عشان الزيت غالي، مفيش الكلام ده. انا قبل ما انزل اشتري الزيت ده
ما لقيتش اللي هو فيبا اللي كنت بستخدمه. فيبا اللي كنت بستخدمه مش مهم يعني 300 او 350، بس ب 20 جنيه، بس برضو كويس بيقعد معايا كتير. بس فلما لقيت النوع ده قلت اجيبه اجربه، وجربته لقيته كويس. في طبعا باقي الانواع بتبقى غاليه خالص عن كده، ب 60 جنيه وب 70 جنيه والعبوه فيها اقل من نص الكلام ده. وطبعا مسحوق، غساله الاطباق، احنا عارفين الانواع الغاليه جامد قوي. انت لو عايزه يبقى المسحوق بتاعك، يعني المسحوق ده انا مجرباه كويس جدا، لو عايزه ان هو يديكي نتيجه افضل من اي مسحوق بتحطيه شويه خل مع الدوره. وبكده نكون خلصنا كلامنا، واتمنى اني اكون افدتكم. واي حد يشوف ان الفيديو مفيد وانه حابب انه يوصل لاكبر عدد من الناس، يديني لايك ويشير الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.